أعد على ما سمعنا، ما جاء في رسالة الخليفة يزيد بن عبد الملك. أمر مولاي. من أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك إلى قائدنا عمر بن هبيرة، أما بعد، فقد قرأت كتابك الذي طلبت فيه إمارة البصرة، فإذا أتاكم كتابي فاعلم أنه عهدي. الله 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 الله، أتاكم أتاكم، أرأيت؟ أرأيت كيف يخاطبني الخليفة أمير المؤمنين؟ يقول إذا أتاكم بصيغة الجمع، وهذا للتوقير والتعظيم والتفخيم. أكمل أكمل رسالة يزيد. أعد الناس إلى طبقتهم الأولى، أخصبوا أم أجدبوا، أحبوا أم كرهوا، ودع ما كنت تعرفه من عهد عمر بن عبد العزيز، فإنه كسر الخراج والضريبة وقرب منه العامة والسوق. كفى كفى كفى. أيأذن لي مولاي عمر بن هبيرة بكلمة؟ ماذا تريد؟ أنت حديث عهد بالبصرة وبأهلها؟ أنا أعلم أن معظم أهل البصرة يعملون بالتجارة، وأنهم يملكون الكثير من الدراهم والدنانير، وأنهم لن تصيبهم الفاقة إذا ما دفعوا الضرائب التي سنفرضها عليهم. نصيحتي لك يا مولاي ألا تبدأ عهدك بفرض الضرائب على أهل البصرة. نصيحتك؟ أنت تنصحني أنا؟ كأني بلا رأس كيف أنصح. معاذ الله يا مولاي، ولكني أعرف أهلي وأعرف زمامهم، وأريد أن أهديه إليك. وما زمام أهل البصر؟ الحسن البصري ومحمد بن سيرين. فإذا ضمنت ولاءهما ضمنت ولاء أهل البصرة كلها، وإذا عارضاك فلن يستقيم حكمك لهذه الأرض. الحسن البصري ومحمد بن سيرين. أما الأول فقد أسمته بالحسن أم المؤمنين أم سلمة، ذلك أن أمه كانت مولاتها، وأبوه هو يسار مولى الصحابي الجليل زيد بن ثابت. سمعت الكثير عن الحسن البصري وعن مواعظه التي كان يبعث بها لعمر بن عبد العزيز. تريد إذن معرفة ابن سيرين؟ سمعت بعض أخباره، قيل إنه تعلم على يد عبد الله بن عباس وعمران بن الحسين وغيرهما من الصحابة الذين استوطنوا البصرة منذ فتحها على يد عمر بن الخطاب. أما قالوا لك أيضا يا مولاي إن أباه كان مولى أنس بن مالك، وإن أمه هي صيفية مولاة الصديق رضي الله عنه؟ مولى ومولاه، ما هذا؟ أبناء الأتباع يتحولون إلى سادة قومهم. هذه حقيقة يا مولاي، فجميع الناس يقدرون ابن سيرين والحسن. سمعت أن ابن سيرين يعمل بالتجارة. نعم يا مولاي. إذن أرسل إليهما فإني أريد الاجتماع بهم. هيا. لا لا كفى يا أنس، دع للباقي. لا يا أبي، لقد تعبت اليوم. لا كفى كفى، ساعدني يا رجل. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. ما الذي دعاك أن تعيد البرميل مرة أخرى فوق العربة؟ أما سمعت النداء؟ العربة ليست ملكي، وصاحبها يريدها في أسرع وقت. أنت لست ملكا لنفسك، ولكن إذا ناداك صاحبك فهل تتأخر عن النداء؟ لا تجادلني، وهيا احمل براميل الزيت
وادفع أجرة النقل، أم ترك ستؤجل الدفع كما أجلت ثمن الزيت؟ ألا تعرف مكانة من تحدثه يا رجل؟ دعه يا أنس، فهو لا يعرف ما هو أهم مني. وما هو الأهم منك؟ هذا النداء. يا رجل، إن هذا نداء عظيم الشأن. هيا على الصلاة. فهو نداء على الصلاة التي هي أول ما ينظر الله فيه من عمل العبد، فإن قبلها قبل سائر عمله، وإن ردها رد سائر عمله. يا رجل، ألم تستمع إلى قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. إنني أصلي، ولكن في منزلي بعد أن أعود إليه. يا رجل، هل ضمنت إخراج الهواء الذي استنشقته الآن حتى تضمن العودة إلى دارك؟ لابد أنه لا يعرف قيمة صلاة الجماعة. بل أعرف أنها تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، ولكنها ليست واجبة. من أخبرك بهذا؟ إن من أبلغ الأدلة على وجوب صلاة الجماعة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام، ليس لي من قائد يقودني إلى المسجد. ثم طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يرخص له في الصلاة في داره، فرخص له. فلما ولى ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كانت إجابة النداء لصلاة الجماعة واجبة على الأعمى، فهي على المبصر أوجب. إن العمل عبادة. اتق الله أيها المتهاون في الصلاة، واخش يوما يأتيك فيه الموت بغتة فتقول: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله، وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم. ألن تأتي للصلاة يا ابن سيرين؟ سأتي إن شاء الله. وهذه البراميل؟ الصلاة خير من الدنيا وما فيها. ألا يصلي؟ بل أصلي، ولكن في داري. والمسجد؟ وأنت أيضا. بل الله تعالى الذي يقول في محكم آياته: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هل فهمت معنى الآية يا رجل؟ سمعت أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عليه الصلاة والسلام، إن هذه الآية أنزلت في من تخلفوا عن صلاة الجماعة. هيا، فصاحب العربة يريدها، وما أنا إلا أجير عنده. عجبت لك أيها الرجل، تخاف من سيدك ولا تخاف من رب سيدك. دعه وشأنه، وهيا بنا إلى الصلاة. لن تغادر المكان حتى تفرغ العربة. ولن نفرغ العربة حتى نعود من الصلاة. أيها الحمال، انظر إلى السوق، الجميع قد ذهبوا إلى الصلاة، فتعال معنا. أعطني 3 دراهم وأنا أفرغ العربة لك بنفسي. 3 دراهم؟ من واجبك حمل البراميل إلى الحانوت. لم نتفق على هذا. على ما اتفقنا يا شيخ؟ على نقل البراميل إلى الحانوت. إذن فنحن لم نتفق على ما ذكره ولدك. وأنا لن أعطيك 3 دراهم. أمن شماتك البخل؟ لا، ولكني أخشى رب الذي يحاسبني يوم القيامة على تلك 1 دراهم التي أغرتك بالبعد عن صلاة الجماعة. نعم الرأي يا ابن سيرين،
لا تعطه شيئا، وإذا كان يريد العربة فليحمل هو البراميل إلى داخل الحانوت، ولنذهب نحن إلى الصلاة. هيا بنا. هيا هيا يا وليد. فاتتنا تكبيرة الإحرام. أتحزن لفوات تكبيرة الإحرام؟ ألا تعلم ما معنى تكبيرة الإحرام أيها التاجر المفلس؟ تاجر المفلس، أشكرك يا ابن سيرين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والنفاق. آمين. والرياء والسمعة. آمين. والريبة والشك في دينك. آمين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. واجعل ديننا الإسلام القيم. آمين. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. آمين. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله. ابن سيرين في آخر الصفوف. أسأل الله العفو والمغفرة. منذ سنوات طويلة وأنت تسبقنا إلى المسجد، فهل شغلتك تجارتك اليوم؟ أنت تعرف يا بصري أنه لا شيء يشغلني عن ربي. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أخرني حمال يترك صلاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم تذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر؟ يقول إنه يصلي في داره. الإسلام دين الجماعة. حاولت إقناعه يا بصري، ولكن الرجل لم يتسع صدره لكلماتي. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. هل أرسل إليك عمر بن هبيرة؟ لا، إنه يريدنا اليوم. أنت وأنا؟ نعم. ولماذا يريدنا؟ لا أدري. اذهب إليه أنت
فأنا لا أطيق الذهاب إلى قصور الأمراء والخلفاء. وأنا مثلك، لكن ليس من الحكمة أن نرفض دعوة الرجل دون الاستماع إليه ومعرفة ما في جعبته. معك حق. مولاي الأمير، مولاي الأمير، ماذا؟ هل زادني يزيد ولاية أخرى؟ وكيف تستطيع يا مولاي أن تحكم البصرة والكوفة وخراسان؟ خسئت. إن أمير المؤمنين يزيد أقل ذكاء مني وقدرة على الحكم، ومع ذلك فهو يملك دولة الإسلام كلها. أيريد مولاي أن يكون خليفة للمسلمين؟ ولم لا؟ ما لك أنت وهذه الأمور؟ هيا أغرب عن وجهي. لقد جئت إليك يا مولاي لأخبرك أنهما يقفان خارج القاعة. من ذا؟ الحسن البصري ومحمد بن سيرين. أدخلهما. انتظر أمر مولاي، صف لي أحدهما. الذي يمسك بعصاه هو الحسن البصري. إذا عرفت الآخر. هيا أدخلهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الحسن البصري؟ نعم. إذن أنت محمد بن سيرين؟ عبد من عباد الله. ما شاء الله، ما شاء الله، تماما تماما كما تخيلتكما. التقوى والصلاح ونور الإيمان. تفضل تفضل، اجلس اجلس. لقد طلبت لقاءنا، فما السبب؟ يقولون من نزل البصرة فعليه بالشيخين، ومن أراد أن يتعظ فعليه بالشيخين أيضا. إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا جعل له من قلبه واعظا يأمره وينهاه. ولكن الأمر أكبر بكثير من العظة والاعتبار. ماذا يريد الأمير منا؟ إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد استخلفه الله على عباده وأوجب طاعته على الناس، وقد ولاني ما ترونه من أمر البصرة والكوفة، ثم زادني فولاني خراسان، وهو يرسل لي أحيانا كتبا يأمرني بإنفاذ ما فيها مما لا أطمئن إلى طاعته. فهل تجدان لي في متابعة إياه مخرجا في الدين؟ يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، واعلم أن الله عز وجل يحميك من يزيد، وأن يزيد لا يحميك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره، فيزيلك عن كرسيك هذا وينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فلا تجد يزيد هناك، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيد. وأنت يا ابن سيرين ماذا تقول؟ اعلم يا ابن هبيرة أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق. إني أقيم العدل. أخبرني يا ابن سيرين، هل رأيت غير العدل منذ دخلت بابنا؟ رأيت الظلم متفشيا. يا ابن سيرين، لست أنت الذي تسأل، وإنما أنا الذي أسأل، وإنما هي الشهادة، فمن يكتمها فإنه آثم قلبه. فما هي مظاهر هذا الظلم؟ انظر إلى ردائك
ثم انظر إلى الفقراء والجوعى الذين تظلل السماء أجسادهم. انظر إلى نعلك الذي يحميك من نعومة بلاط قصرك. ثم انظر إلى الحفاة الذين يدوسون على الأشواك فتدمى أقدامهم ويختلط دمها بطين الأرض. ضع يدك على جدران قصرك، هذه الجدران المتينة، ثم اذهب فانظر إلى بيوت الفقراء المصنوعة من القش وسعف النخل. احمني منه يا شيخ، إن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل حائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفة كل مظلوم. طيب فهمت. وأشكركما على هذا الكلام الطيب. أيها الحاجب، أعطي كلا منهما 5000 درهم. ليست بنا حاجة لأموالك يا ابن هبيرة، إنها جائزة أجريها عليكما. نحن لا نبتغي جائزة الدنيا يا ابن هبيرة. ما الذي يمنعكما أن تقبل هبة الأمير؟ إنما أعطانا لأنه ظن بنا خيرا، فإن كنا من أهل الخير كما ظن فينبغي ألا نقبل، وإن لم نكن كما ظن بنا فحري بنا ألا نقبل. فهمت قصدك. للأمير حاجة لنا؟ أنا لا أستطيع الاستغناء عنكما، وأفكر جديا في أن تصبح أعواني. أعوانك؟ نعم. نحن لا نسعى إلى الإمارة، وإن جاءتنا فررنا منها. والشورى هل تمتنعان عنها؟ لا يا ابن هبيرة. إذن فإني أود بناء السدود وتجهيز الجيش للجهاد وبناء البيوت للفقراء، وهذا كله لا يمكن أن يحدث إلا بزيادة الضرائب. كلمة حق أريد بها باطل. ماذا تعني؟ أعني أن هدفك زيادة الضرائب، أما الأسباب فأنت تختلقها. تتهمني بالكذب يا ابن سيرين؟ بل أقول الحقيقة، فإن الناس هنا يدفعون الزكاة عن أموالهم، وأنتم تزيدون عليها الضرائب بحجة الإصلاح. أكان عمر بن عبد العزيز يطلب من الناس الضرائب؟ لقد رأيته ذات يوم وهو في حيرة من أمره بعدما ردت الأمصار الزكاة لعدم وجود فقير يستحقها. ولكن هذا الرجل يخشى ضياع تجارته. أتحسبني أعمل بالتجارة للدنيا؟ وهل هناك من يتاجر في الزيت والغلال من أجل الآخرة؟ إنما أعمل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل، ولتعلم أن الأنبياء جميعا عملوا بالصناعات والمهن المختلفة. وإذا كانت لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فاعلم أنه عمل بالتجارة وبرعي الأغنام أيضا. ما أشبه الليلة بالبارحة، وكأني قد استمعت لجزء من سيرة الحجاج. صاهن يا ولدي، فقد مضى الحجاج إلى ربه، وأنت حين تقدم على الله تعالى ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب ارتكبه الحجاج، فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا لم تأتي في موعدك يا ابن سيرين؟
موعدي؟ أنسيت موعد كتابة الدين؟ يا سبحان الله، سبحان الله وبحمده، تذكرت الزيت ونسيت أني أخذته منك بالأجل. ونسيت أيضا موعد كتابة الدين. شغلني ابن هبيرة بأموره فنسيت. أكمل أنت يا ولدي، أما أنا فسأذهب مع عمك مالك لأكتب الدين. معذرة يا أبي، فموعد الدرس قد اقترب. إذا أغلق الحانوت واذهب أنت إلى المسجد لتستمع إلى درس عمك الحسن البصري، وغدا إن شاء الله نكمل أمر الزيت. اشترى زيتا ب40,000 مؤجلة؟ نعم يا مولاي. إذا فهو يحتاج للمال. إنه يمر بضائقة مالية. وما السبب؟ لقد اشترى طعاما ب20,000 درهم، وأخبر أن أصل الطعام لتاجر ذمي كان يتاجر في الخمر، فألقى بالطعام في النهر. هذا مجنون. لقد ظل بعد ذلك يبكي ندما. لماذا؟ لأن السمك في النهر أكل من طعامه. لا 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 لا، هذا غير معقول. لقد شاهده أحد الجنود في السوق وهو يبكي ويقول: ليتني دفنته في الأرض. طلعي، أنا لم أسمع بمثل هذا الرجل. مولاي الأمير، إن الناس تحبه وتوقره ويستمعون إليه، وبإشارة من أصبعه قد يجتمعون عليك. ماذا قلت؟ إنني أحذرك من بقائه إلى جانب الحسن، فكلاهما يكملان بعضهما، ومن الأفضل لك إبعاد أحدهما عن الآخر. هذه فكرة لا بأس بها. اكتب أكرمك الله. لا يا مالك، يرحمك الله، نسيت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وليمل للذي عليه الحق، صدق الله العظيم. اكتب أكرمك الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، صدق الله العظيم. في اليوم الخامس من شعبان اشترى محمد بن سيرين. اقترض. إنه عقد دين وليس عقد شراء. بل هو عقد بيع لأجل مسمى. لماذا إذن قدمت بالآية التي تتحدث عن الدين؟ إذا كان الزيت قرضا فلا بد أن أرده إليك، لأن رد القرض يكون من مثل جنسه، فإذا اقترضت مالا رددته إليك، وإذا اقترضت الإبل رددتها إليك، ولا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة التي تقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا مالك، إنك تناقش محمد بن سيرين أعلم أهل البصرة بالمعاملات. تفضل يا محمد، سأكتب ما تمليه عليه. في اليوم الخامس من شعبان اشترى محمد بن سيرين زيتا من مالك بن وهب البصري ب40,000 مؤجلة الدفع، وقد اتفق على أن يكون الموعد في الخامس من شوال من ذات السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله يا ولدي. أيوجد زيت؟ نعم، أريد زقا. أعطيه هذا الزق. كم تبيعه؟ ب3 دراهم فقط. يا ولدي، إننا لا نبيع الزيت للربح، ولكن في خدمة الإنسانية. بارك الله فيك يا شيخ، تفضل. تفضل يا وليد. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم تخبرني فيما كان يحدثكم الحسن البصري ليلة أمس في المسجد. كان يحدثنا عن عدل عمر وتواضعه. رحمه الله، كان متواضعا في غير ذلة ولا مهانة. كان يحدثنا عن رواية أخبرنا بها رجاء بن حيوة عن عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. لعلها قصة السراج. أتعرفها يا أبي؟ نعم، لقد رواها لي رجاء. وأين قابلت رجاء؟ في بيت المقدس يا ولدي. أذهبت يا والدي إلى بيت المقدس؟ نعم. ذهبت للتجارة؟ بل للصلاة في بيت المقدس يا ولدي، ثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الذي روي عنه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. للصلاة فقط سافرت يا والدي؟ نعم يا ولدي، فمن كانت له القدرة على السفر إلى القدس وأضاعها فقد فوت على نفسه فرصة الصلاة في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، الليلة التي فرضت فيها الصلاة على المسلمين يا أنس. أخذك الحديث عن بيت المقدس ولم تخبرني برواية رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم، فقد روى لي رجاء أنه ذهب ذات ليلة إلى عمر وكان يريده أن يكتب له بعض الأوراق، ولكن السراج ضعف وكاد أن ينطفئ، فقال رجاء: سأقوم فأصلح السراج. قال عمر: لا يليق بالرجل أن يستخدم ضيفه. قال رجاء: إذا أنبه الغلام. فنظر عمر إلى الغلام فوجده نائما فأبى أن يوقظه، وقام فملأ السراج زيتا. فلما عاد قال له رجاء: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ قال له عمر: ذهبت وأنا عمر، وعدت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. ما هذا؟ فأر ميت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون إنها تجلب الطاعون. هذا البرميل لابد أن نرده لعمي مالك، فقد باعه لك عن عيب. وماذا لو استرده منا وباعه لغيرنا من الناس؟ الرجل الذي اشترى منا الزيت. حدث لابن سيرين؟ Thank you.
فهمت مطلبي يا مالك؟ نعم نعم يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين؟ أنا أمير المؤمنين؟ طبعا. ألم يضعك يزيد بديلا له؟ بديل الشيء يا مولاي مثله تماما. عظيم رائع عظيم. اسمع، لقد أمرت له بمكافأة مقدارها 1000 دينار. شكرا شكرا يا أمير يا أمير المؤمنين. ولكن لا تنسى ما اتفقنا عليه يا رجل. أنسى يا مولاي، كل شيء سيسير حسب ما طلبت يا أمير يا أمير المؤمنين. إراقة الزيت كله فيه خسارة كبيرة. يا ولدي، الزيت كله من معصرة واحدة. أنا من رأيي أن نجنب هذا البرميل فقط، الفأر مات داخل هذا البرميل. وما يدريك أنه لم يوقل مع الزيت. هذا الشك لا أساس له من الصحة. لنبتعد عن الشبهات. فكر في الأمر يا والدي، لقد اشتريت الزيت بالأجل. خسارة الدنيا خير من خسارة الآخرة يا ولدي. فكر في الأمر مرة أخرى يا والدي. قضي الأمر بإذن الله. هيا. ماذا قلت؟ أراق الزيت كله؟ نعم. أمن أجل الفأر الميت يفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. ولو كان ابن سيرين قد باع الزيت على ما هو عليه من عيب يكون قد غش الناس وعرض نفوسهم للخطر. أنا لا ذنب لي في هذا الأمر، لقد خرج الزيت من المعصرة بلا فئران، لابد أن الفئران دخلت من حانوته. ربما ربما. لا، مجنون مجنون مجنون. عندما علمت بما فعل يا مولاي طلبت من مالك عدم السفر. كان اتفاقنا يا مولاي أن يسافر مالك ولا يعود إلا بعد انقضاء موعد الدين، ويعود متخفيا حتى لا يراه ابن سيرين ويقدم مظلمته، وعندما يأتي ابن سيرين تقرر حبسه، لأن عقد البيع لم يحدد ما إذا كان الدين بالدينار أم بالدرهم. ولانا يا مولاي، وبعد أن أراق ابن سيرين الزيت لا أعتقد أنه سيدفع دينه في موعده. ولكن ربما ينجح. لا يا مولاي، ابن سيرين ليس له نصيب من المال، إنه لا يغالي في ثمن الشيء كما يفعل الآخرون. لماذا يتاجر إذن؟ خدمة للناس، فهو يأتي للبصرة بالبضائع التي لا تتوفر فيها حتى يوفر عن الناس مشقة السفر إلى بلاد أخرى فيها هذه البضائع. غريب أمر هذا الرجل، غريب غريب. ولكن دعنا منه ولنتكلم الآن عن الحسن البصري.
ماذا يفعل الآن؟ وما الذي دفعك لفعل هذا يا محمد؟ تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بصري، عليه الصلاة والسلام، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما تذكرت ما رواه أنس رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام وجد ثمرة في طريقه فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وتذكرت أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخي. أتدري لما جئت هنا يا ابن سيرين؟ ليتم الله مشيئته. إنك تبغي في الأرض فسادا، تتحدث عن الفقراء وإنصافهم، ثم لا ترد ديونك لأهلها. أأمرك الإسلام بهذا؟ تكلم، هذا هو العدل الذي حدثتني به أنت وصاحبك؟ عدل الجور وأخذ مال الناس بالباطل. يا مولاي، إنه يزعم أنه أراق الزيت كله لأنه وجد به فأرا. فأرا يا مولاي. هي شائعة أطلقها، فربما قد وسوس له الشيطان كي يخفي الزيت فيرتفع ثمنه، وعندئذ يزداد كسبه. يا ابن هبيرة، إن القاضي لا يبصر بواطن الأمور، فلا يتحدث عن النية ولا عما يسكن القلب، بل ينصب ميزان العدل. أنا لا أسمع هذا القول من محبوك الكلمات التي تحاول بها أن تخدع نفسك بالبراءة. دعه يتكلم يا مولاي، حتى لا يشيع أنك أدخلته السجن دون سماعه. دعه يتكلم يا مولاي، وأنا من نطقه سأدينه. تكلم، تكلم يا ابن سيرين، تكلم. أنا لا أنفي تهمة بكلامي، بل أقر أني أخذت الزيت من هذا الرجل ب40,000 مؤجلة، ولكن الزمن لم يسعفني في سداد المال، فليصبر. لا أريد أن أصبر، حقي ألا أصبر. انتظر أنت حتى لا يقول إنك تقاطعه وتمنع دفاعه. تحدث يا ابن سيرين، قل ما عندك. تكلم، لماذا لا تجيب؟ قل ما عندك. كل يزول وكل هالك فاني إلا الإله، فما لله من ثاني. قضى وقدر تقديرا فأتقنه، سبحانه هو ذو عز وسلطان. أهذا كل ما عندك؟ إخواني، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومحمد بن سيرين في كربة من كرب الدنيا، فلماذا لا نجتمع على إزالة تلك الكربة؟ لابن سيرين معي موقف لن أنساه. تفضل يا شيخ، هذه 100 دينار كنت أدخرها لكفني، ولكن ابن سيرين أولى مني بها الآن. وهذه 1,000 دينار. جزاك الله خيرا يا ولدي. وهذا 1,000 دينار. 1,000 دينار. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
ألف دينار. جزاك الله خيرا. 100 دينار. بارك الله فيك. 150 دينار. بارك الله فيك. 1000 دينار. 30 دينار. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا. اللهم اقض ديننا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثلاثون ألف درهم لنذهب بها لصاحب الدين، لعله يقبلها الآن. هيا بنا. ما الذي جنيته؟ أستغفر الله العظيم. هل أديتما صلاة العصر؟ لا. لماذا؟ ألا تعلم يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا يوجد ماء للوضوء، فلنطلب الماء. السجان قد لا يحضر الماء. إذن فلنتيمم، فالصلاة يا أخي لا يسقطها شيء. من يكون الرجل؟ عبد الله محمد بن سيرين. أنت محمد بن سيرين؟ لقد سمعت عنك الكثير، ولكن من أتى بك إلى هنا؟ الصلاة أولا يا ولدي، فالشيطان يريد أن يشغلنا بالحديث عن أنفسنا، فلنقهره إذن بالصلاة. لا لا، ماذا أفعل ب30,000 درهم؟ يسر يا أخي ولا تعسر. 40,000 دينار لا يقلون درهما واحدا. فكر في الأمر، فحبس والدي لا يفيدك بشيء. وهذه الدراهم لا تفيدني بشيء. الحسن البصري يريد إخراج صاحبه من السجن ب30,000 درهم. لا، ولكنني رفضت يا أمير المؤمنين. سأمنحك مثلها. شكرا يا مولاي أمير المؤمنين. ولكن إذا علمت أنك كذبتني القول فلسوف أقطع رقباتك. ها؟ أنا أكذب يا مولاي؟ أنا لا أكذب أبدا ولا أنافق يا أمير المؤمنين. هكذا أنت صادق. أتبكي يا ابن سيرين؟ لا تحزن، سينفرج الحال إن شاء الله. أنا لا أبكي حزنا يا ولدي، ولا أبكي خوفا من السجن. الحياة التي نعيشها أشبه بهذا السجن، مساجين وهم أحرار، وأحرار وهم كالمساجين، فالأحياء أمواتا والأموات وهم أحياء. ما الذي يبكيك إذن؟ تذكرت فجأة سبب سجني. الدين. لا،
إذن فما هو سبب سجنك؟ قلت يوما لرجل في السوق: أيها التاجر المفلس، بهذه الكلمة سجدت، وإني أحمد الله تعالى على عقابه لي. أخبرنا ابن سيرين، ألك حاجة نقضيها لك بعد خروجنا من هنا؟ أتخرجان اليوم؟ نعم، لقد راضي عنا ابن هبيرة وأخبر السجان بذلك. رضا الله خير من رضا سيدك يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سمعنا أنك تعلم تأويل الأحلام. الرؤى من الله يا أخي، والأحلام من الشيطان. لقد رأيت أني... لا تقل هذا يا ولدي، دع كل هذا وفكر فيما هو أهم وأجل. الآخرة؟ ضعها نصب عينيك وتذكر القبر الذي ستكون وحدك فيه. أيأذن لي محمد بن سيرين في الاستماع له؟ تفضل يا أخي. الإسلام يا إخواني يحثنا على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه نفع، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والتسبيح والتكبير. فليكن صمتك ذكرى. ما حدث يا مولاي؟ عزلني؟ نعم، لكل بداية نهاية. لا لا، لن أفعل هذا أبدا. لماذا؟ لأني لو فعلته فسأعينك على خيانة ولي الأمر. إنني أثق في عودتك عند الصباح. قلت لك لا، لن أفعل ذلك أبدا. ماذا قلت أيها الرجل؟ ماذا أقول بعد قولك يا مولاي؟ أوافق، بالطبع أوافق. ليس في البصرة كلها مثل محمد بن سيرين. إذن فسوف أدفع إليك أموالك على أن تتنازل عن حقك في حبس محمد بن سيرين. الحمد لله. حمدا لله على سلامتك. شكرا يا أخي. حمدا لله على سلامتك. شكرا يا حسن. Oh.